إلى علاقة حميمة وإسبانيا تتقدم للأمام وفرصة لهدف. هي جول، هي جول. إسبانيا تتقدم بهدف ونقلات إسبانيا تنتهي بهدف في شباك الأرجنتين وتقدم للأمام. دييغو كوستا يسجل والإسبان في ملعب المباراة واندا متروبوليتانو يحتفلون، لكن الكرة بداها الرسام وبعد ذلك نقلت للأمام وصلت إلى دييغو كوستا وهنا سجل المباراة الآن هدف المباراة الأول في شباك الأرجنتين. يتقدم المنتخب الإسباني لافوريا روخا بالهدف الأول في المباراة. اهتزت الشباك وتقدم نبا إسكو، وفي المرة الثانية من جانب جوردي ألبا، وجوردي ألبا عنده 8 أهداف سابقة وربما أغلاها في مرمى إيطاليا في المباراة النهائية في أوكرانيا في كييف عام 2012 في نهائي الأمم الأوروبية. خطيرة، جول إسباني، بل سيرك إسباني. إسبانيا هدف ثاني لإسبانيا بعد تنقلات وإسكو يسجل هدف إسبانيا الثاني بعد تنقلات. انتهت على قدمه هذه العرضية المثالية من لاعب ريال مدريد، من أسونسيو يأتي بالكرة ولاعب ريال مدريد الآخر. يا لها من نقلة من أسونسيو ويا لها من نهاية لمنتخب إسبانيا عن طريق إسكو. إسكو يسجل وإسبانيا تتقدم. شوف الكرة كانت أرجنتينية، تحولت إسبانية والكرة تنحط بهذه الصورة الآن ويحتفل أسونسيو وإسكو، لأن إسبانيا بالفعل تنصب سركا يا ميسي. وعندما يغيب عندما